سينا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، ومعي خالد. خالد هو من شباب المغاربه المكافحين اللي كيكافحوا وكيجيبوا من فم السبع كما كنقولوا باش يضمن لقمه العيش ليه ولعائلته. فاليوم ان شاء الله غنحاولوا نعرفوا شكون خالد، كيفاش كيجيب الكسب الحلال ديالو، شنو الظروف اللي كيعيش فيها، وكيدير الحركه ديال البيع والشراء ظل الاجواء الرمضانيه. كنعرفوا على انه رمضان واحد الفتره اللي خصوصا مورا الفطور كيكون واحد الرواج. شوفوا واش هذا الرواج بصح كيف مجال ديال التجاره ولا لا. هاد الاسئله اخرى غيجاوبنا عليها خالد. خالد مرحبا بك. مرحبا خويا. خالد خويا قدمنا راسك وشنو المجال كتشتغل فيه؟ خويا معك خالد انسان عادي ولد حي شعبي، كندبر راسي بالتجاره، كنبيع ونشري في داكشي ديال لي زيات داكشي ديال لي كار. المهم هاد الشهر هذا هو شهر كبير عند الله سبحانه وتعالى، شهر زوين، شهر ديال الغفران. بالنسبه للبيع والشراء، البيع والشراء ما كاينش، البيع والشراء ناقص عن جميع التجار اللي كيبيعوا في الشارع، اللي كيبيعوا حتى في المحلات. البيع والشراء ناقص بزاف. علاش؟ حيت اسباب الناس كيعانيو، غلاء الاسعار، الله يحسن العوان. وخا دابا انتم التجاره ديالكم خالد بنادم ما بقاش كيجيسري، لانه صافي كيفكر في الاولويات اكثر من الكماليات. لا غيجيسري لي يجي غيسير بحال كيقول بلاش ناكلها. سي فري، وبطبيعه الحال كمثال مثلا غادي نمشي نشري واحد التليفون، ولا غنشري مثلا واحد نقول كمثال لي زياد زيد فيه اقل حاجه. اقل حاجه فوالا، اقل حاجه. بغيت نقول لك مثلا غير لي زياد واحد 30 درهم 20 درهم، واش باقي بانه كيفكر فيها انه يشري ليزي، ولا يفكر ينزل بها كيلو ديال البطاطا؟ في هذا الوقت هذا كيفكر يشري بها كيلو بطاطا وكيلو مطيشه وكيلو بصله، واخا 30 درهم ما كافيكش، حيت خاصك 50 درهم. كيبغي ياكل. كيبغي ياكل فوالا، خاصك 50 درهم باش تشري كيلو بطاطا وكيلو مطيشه وكيلو بصله، 50 درهم. يعني الدرويش راه كيعاني، يعني الدرويش في هذا الوقت هذا في هذا الحاله هذه وفي هذه الاثمنه خياليه، راه انا لله وانا اليه راجعون. الدرويش كيموت. حنا كنا كنصوروا واحد المدخول، دابا راه ولات كتصور 50 درهم ولا 60 درهم، انت هو الملك. و50 درهم ولا 60 درهم حتى 80 درهم ما داير لك والو. خاصك يعني خاصك باش هو باهي جبتي 50 فوالا، يعني خاصك فطور اضعف الايمان في الفطور، ما حتى شي والو، خاصك 100 درهم. انت مجوز خالد؟ مجوز وعندي بنيه خويا، والحمد لله فهمتيني، كنعانيو بصمت، ولكن الحمد لله كان ديما مجهود كنجيب حلال. نص ديال الليل هذا وانت باقي خارج كترزقني. طبيعة الحال خاطر تجيبها حلال. علاش؟ حيت هذا الوقت هذا كنعرف انا الراجل هو اللي ما كيمدش ليديه وما كيديش للبنادم، كيجيبها حلال. يعني قال لك واحد المثال كيقول لك جمع عليهم زبله وما تسعاهمش. يعني خاطر يخدم بكتاب، يعني كتب بكتاب ما ناخذهاش بارده، واخا الظرفيه ما كتعاونش. يعني دابا كاين شي وحدين اللي كيتاجوا يمكن كيمشيو واحد الطريق خايبه. علاش؟ حيت ما لاقي ما ياكل، وانا ما كنأيدهمش فهمتيني. يعني في هذه البلاد هذه بحال دوك اللي كيديو ديال الناس، هو ما نأيدوش باش يدي ديال الناس، حيت كتجيني فهمتيني حشومه شافو باردين. يعني واحد ضرب فاتا اللي غدي عليه راه خلى ضرب فاتا مال. هو ضرب فاتا مال، ولكن الدوله باغا هادشي، الدوله باغا الاجرام. يعني خليو الناس فين يخدموا، وديروا الناس فين تعاونوا مع الناس، تعاونوا مع دوك البوفريه. الناس كيعانيو، راه كاين مسكين الله يحسن العوان، كاين اللي خدام ب 2000 درهم شهر عنده 4 دولات. كاين خدام ب 1000 درهم 1700 درهم. فوالا كاين ايه عنده 4 دولات كيغيدير لهم الله يحسن العوان. 2000 درهم 2000 درهم 2500 درهم. وكاين اللي خدام 1700 درهم. وا اي كاين اللي خدام 1700 درهم. 1700 درهم عندك تسجيل الوليدات، عندك تبع الفطور، عندك واحد خصو يقرا، عندك واحد مرض خصك تسيرو الكحباره ما غاديش دير. شوف شي درويش في هذا الوقت هذا خدام ستارتاك، خدام بالكريدي، حياته شنقول لك مع الله سبحانه وتعالى. يعني راه كتلقى مثلا عائلته ولا كتلقى صحابه واقف معاه شويه كيتلف مع الناس. ضروري خصنا يكون التضامن بيناتنا. فوالا، اما باش يقول لي غادي يعيش باش ما يمكنش، ما يمكنش نتحدى شي مغربي انا يخدم 80 درهم وفد فد 80 درهم. انت مالك يخدم 60 درهم اخر، وحنا نديرو 80 درهم 100 درهم وفد الوقت هذا غلاء الاسعار ما يعيش بها، ما يعيش بها. حيت فطور قلت لك انا فطور ما فيه والو، ما فيه والو، خاصك 100 درهم. اما الا بغيتي شي فطور زوين راه خاصك تكون واحد 250 حتى 300 درهم، وتا هما ما فيه والو. مي وليتي كتشوف نتايا 100 درهم حريره كتقام ب 40 درهم. فوالا، وليتي كتشوف نتايا مطيشه، مطيشه دايره 240 ريال، بصله دايره 300 ريال، فلفله 25 درهم. يعني كنا كنقولوا الفلفله ما كيدافعش، ما كيدافعش حتى شي واحد. كندير 60 ريال الفلفله، الحقيقه كندير 60 ريال 2 درهم كتشري منها. كنديروا فيها الند. فوالا، هذيك راه هي بالنسبه العاديه. ولكن اخويا شنقول لك، اخي النوجد كلي ربينا، وهي الصراحه ربانا
بقينا هضرنا على الاسواق. انت مثلا دابا في التجاره ديالك مولف هاد الوقيته كيكون واحد الراوات من المخارج. الله يحفظك اسيدي. كنشوف دابا الحركه ديال الناس قليله، الحركه مقتوله حين دابا. حيت علاش دابا هذوك الناس لا يخرج يشري؟ هو كيعاني، يعني ما حاتو غادي يشري باش يعيش باش ياكل، ولا غادي يخرج مثلا يشري واحد السروال ولا تيشورت مثلا ولا واحد الطوربيطه، راه ما عندوش. يعني هو كيفاش هو غادي يخلي المعيشه ديال ولادو باش يعيش باش ياكل، ولا غادي يمشي يشري واحد البياسه؟ يعني راه كلشي كيعاني. يعني بنادم ولا تيطبخ على اولويات عرقها تونه ونقصوا علينا صافي سالي. برافو عليك دابا انت يا زعما واعر. لا حول ولا قوه. نفس الموضوع ولكن بلاد من الطريق باش كناقص. اي الله يهديهم. كنرجع اليوم شنو رسالتك؟ كنت شاب مغربي كمكافح كضرب تمارون كما قلت لك دابا منتصف الليل وانت مازال باقي شاب. واخويا انا شوف رسالتي كنوجه لرئيس الحكومه، اتقي الله بعباد الله، راه يوم الحساب ما غينفعك حتى واحد، ما غتنفعك لا سلطه لا اموال لا بنون، غدي معك غير الاعمال اللي تمشي معك. راه الناس كيعانيو، راه بليبار ديال الشعب المغربي كيعاني. باش نكونوا واقعيين، راه الناس كاين اللي ما عندوش، كاين اللي غارق كريديات وانت مغلي عليه في المعيشه، راه كاين الله يحسن العوان، كاين شي وحدين راه اللحم ما كيشوفوه من العام لعام وما كيشريش، كيشريو لها المحسنين. يعني اتقي في الله في الناس، اتقي الله في نفسك بعد اول حاجه، خاف الله شويه. امن مستقرا سخاء رخاء وباقي بلاد المسلمين. شكرا لك خالد اللي تقدمت معنا التدريب. مرحبا اخويا مرحبا. شكرا لك على هذا البوح الصالح. والله يديك الشاوينت الخير، الله يديك الشاوينت الخير اخويا. امين اخويا، الله يحفظك. الله يحفظك خويا. مرحبا مرحبا.